مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة الاستثمار الزراعي، السيد الرئيس امبارح هو بيفتتح أنفاق سيناء شهيد أحمد حمدي 2، اتكلم بصورة كبيرة جدا مع وزير الزراعة ووزير الري عن الاستثمار الزراعي، خاصة الاستثمار في سيناء والأراضي الجديدة والمشروعات الجديدة. الحقيقة في ظل انتشار فيروس كورونا وتوقف الكثير من القطاعات في مصر، القطاع الوحيد المستمر وان شاء الله يكون مستمر دايما هو قطاع الزراعه، سواء ناس في الصحراء بتجاهد في قلب الصحراء، سواء ناس في الدلتا والاراضي القديمه بتشتغل، ومشروعات ومبادرات كتيره القطاع الخاص والقطاع العام بيشتغل فيها، وان شاء الله خلال الفتره الجايه نكون معاكم في غرب المنيا في حلقات خاصه من هناك للقطاعين العام والخاص. احنا معنا الاستاذ عادل زيدان رئيس مجلس اداره مجموعه افرولاند، وكمان رئيس جمعيه شباب مزارعي المليون ونص مليون فدان. استاذ عادل اهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم، واحنا سعداء ان حضرتك تكون معنا النهارده، خاصه بعد فتره طويله ما كنتش معنا في البرنامج يعني. الله يبارك فيك، كل سنه وحضرتك بخير والمشاهدين وشعب مصر كله بخير، ورمضان كريم يا رب على الناس كلها، وانا بشكرك على الاستضافه دي يا استاذ شعبان. ربنا يخلي حضرتك، الحمد لله على السلامه. والاستثمار الزراعي، يعني السيد الرئيس اتكلم امبارح مع وزير الزراعه ووزير الري اثناء افتتاح انفاق، اعتقد ان يا سيد الرئيس منذ توليه يعني القياده وهو مهتم بصوره كبيره جدا بالقطاع الزراعي، ده شفناه في مشاريع كثيره وكان اخرهم توجيهات قويه ومشدده امبارح بدعم القطاع الزراعي والاستثمار الزراعي في الاراضي الجديده ومنها تنميه سيناء. انا عايز اعرف من حضرتك يعني في الفتره دي ازاي ممكن الاستثمار الزراعي نعلى بيه ونهتم بيه اكتر ووضعه على الساحه حاليا ايه؟ والله بص حضرتك، هي طبعا مع كل أزمة بتحصل بتثبت أن الاستثمار الزراعي هو الأهم، لأن هو الأكل والشرب دول اللي ممكن يتوقفوا، صح؟ واخد بال حضرتك، أحد الثلاث حاجات الأساسية الملبس والمأكل والمسكن. المأكل كل زراعة هي حياتنا كلنا، ومصر بلد زراعية في المقام الأول، والسيد الرئيس يعلم ذلك، ويمكن ظهر للجميع ان السيد الرئيس من اول ما تولى المسؤوليه وهو مركز على الزراعه وعلى قضيه اصلاح الاراضي، لانها اصبحت قضيه ذات اولويه اولى. هي 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 مصر، هي المصريين، هي الفلاح والمزارع، فيها قطاع كبير جدا 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 بيشتغل من فلاحين ومزارعين وشباب خريجين وصغار مزارعين ومستثمرين، وبتحتوي عدد كبير جدا من العمالة اليومية. وفي ظل الأيام اللي احنا بنعيشها دي، واخد بال حضرتك، النهاردة تعتبر معظم المشروعات حتى في المواقع متوقفة، ولكن الاستثمار الزراعي هو اللي شغال. الحظر بيبدأ عندك الساعة، بينتهي الساعة 6، فاليوم بيبتدي معك الساعة 6، بينتهي الساعة 8 قبل كده، دلوقتي بقى 9 بالليل، فالفترة دي هي الفترة الوحيدة اللي بيشتغل فيها بين المزارع أو الفلاح، تمام؟ أو المستثمر في الأرض الجديدة. فالنهارده والناس النهارده رقم واحد احنا بنبحث عنه دلوقتي هو الانتاج. وطبعا السيد الرئيس كان يعلم تماما ان لن تقوم لمصر قائمه في رؤيه الدوله 2030 الا بالزراعه والتصنيع الزراعي. الزراعه والتصنيع الزراعي هم دول مستقبل مصر في المرحله اللي جايه، ان احنا نزرع ونقيم زراعات صناعات على المنتجات الزراعية، يعني في إضافات أو إضافة فالاستثمار الزراعي عبيته كبيرة بيحتوي. وعلى فكرة الاستثمار الزراعي فيه ميزة كبيرة جدا، أن بالأساليب العلمية الحديثة أصبحت المساحة مش مشكلة، يعني أنت ممكن تزرع في 1000 متر وفي 2000 متر وفي 3000 متر بتزرع وتنتج بالظبط. لا، كمان في أساليب كتيرة جدا زي زي ما زراعات الصوب النهارده، صوبه واحده كافيه انها صوبه واحده صغيره كافيه انها تقيم اسره، صح؟ طيب يبقى عندي انتاج كل 90 يوم، تمام؟ مفيش احسن من كده، واخد بال حضرتك. وما يترتب على الاستثمار الزراعي وعلى على اصلاح الاراضي من قيمه مضافه، سواء كانت مشروعات انتاج حيواني او مشروعات انتاج دجيني او مشروعات انتاج سمكي او تصنيع زراعي او صوب زراعيه او زراعات بهدف الثروه الخشبيه، واخد بال حضرتك. فالحقيقه الاستثمار الزراعي هو العمود الفقري للدوله المصريه،
وده كل يوم بتأكده الحكومة وبتأكده يأكده السيد الرئيس، وهو في كل الأزمات هو اللي موجود وهو اللي مستمر. فالاستثمار الزراعي طبعا بيختلف، يعني مفهوم الناس هو للاستثمار الزراعي هو اللي مختلف شوية. هو أنت النهاردة عند حضرتك الاستثمار الزراعي الناس واخداه في المنتج النهائي بس، لكن خليني أقول لسعادتك إن حضرتك الناس لازم تعي في الأول إن أنت الأرض دي، الأرض نفسها زيها زي الذهب، زيها زي العقار، خد بال حضرتك، الشقة والفيلا زيها زي الفلوس اللي في البنك، لأنها مخزن قيمة الأرض لوحدها، مخزن للقيمة، مخزن للقيمة. وكلنا على مر العصور النهاردة كل واحد فينا يشوف غيط جده كان بكام دلوقتي بقى بكام والنهاردة بقى بكام، واخد بال حضرتك. النهاردة مفيش أرض سعرها بيقل على الإطلاق، فالأرض بتزيد في السنة. الأرض عرض يا أستاذ عادل، ده 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 من حيث التملك أو من حيث الشعور الإنساني تجاه الأرض. ما هي الأرض دي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا منها، ودي دي حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن بالاجتهاد هي إحنا عبارة عن أرض، إحنا مية وتراب، فإحنا طين. فدي وربنا نفخ فينا من روحه عشان يعمل علاقة، خلقنا منها عشان يعمل علاقة بيننا وبين الأرض. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى رفع سيدنا آدم اشتاق ونزل للأرض، فالأرض في علاقة بيننا وبينها، وخصوصا عندنا احنا في الشرق الأوسط والعرب عموما الأرض بالنسبة لهم هي العرض وهي كل حاجة. فلكن أنا بتكلم من ناحية الاقتصادية، لما أنا أشوف قيمة الأرض نفسها فدان أو الاثنين أو الثلاثة أو العشرة أو العشرين، فالأرض نفسها مخزن للقيمة بتزيد مش أقل من 15% في السنة على الاقل باقل التقديرات. ده لو في اماكن مش يعني مش مأهوله بالسكان، ولا فيها مشروعات قوميه، ولا فيها ولا على محاور رئيسيه، ولا جنبها تنميه، بتزيد ولا اراضي قديمه يعني كلها. انما النهارده لما نبص نشوف الاراضي، احنا عندنا حصل عندنا في الدلتا تم او في خلال نكبه يناير وما بعدها حصل ايه؟ تم التعدي على اكتر من 600 الف فدان في الاراضي الطينيه زمان، عايزين نتعوض. السيد الرئيس يعني اخذ في الاعتبار تعويض الرقعة الزراعيه اللي تم التعدي عليها في الاراضي القديمه بان هو عمل المليون ونص فدان. ولما المليون ونص فدان خد وقته شويه مع الناس، عمل ال 100 صوبه، ال 100 الف صوبه زراعيه، ال 100 الف فدان صوبه زراعيه، وعشان يستعجل الانتاج. والا كان زماننا النهارده، احنا قلنا اصلا انتاج الصوب الزراعيه ان ما كانش هيقلل اسعار الخضار والفاكهه في السوق، على الاقل هيعمل ايه؟ هيوقفها وما تعلاش. صح، وده اللي حصل بالفعل. النهارده لما تيجي تشوف ان مصر النهارده في ظل الازمه اللي موجوده، تشوف المسؤوليه اللي الدوله بتتعامل بيها سواء مع المصريين عاملين بالخارج او المصريين اللي موجود، واحنا مستنيين من الدوله انها تساعد المصريين اللي عاملين بالخارج اكتر من كده، وبنعول عليها ان شاء الله لاكتر من كده، وبنشوف ان 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 لان دول برضو كل واحد فيهم هيبقى عنده هدف في بلده عايز يعمله. الدوله النهارده في ازمه كورونا، وزاره الصحه عامله مجهود كبير جدا رغم كل ما يحدث. النهارده مصر بتصدر النهارده كيلو البصل، كيلو شوال البصل بما يعادل برميل بترول. صح ولا ايه؟ البرميل نزل اكتر. والبطاطس النهارده بدانا نصدر طن البطاطس، النهارده بيتصدر بحوالي 6000 جنيه و7000 جنيه. فانت النهارده حضرتك المزارع كان في بدايه الانتاج في البطاطس كان حاسس انه بيخسر، لان كان الطن بيعمل 1500 و2000 جنيه، النهارده اتفتح التصدير. فالمنتجات المصريه النهارده بتغزو اسواق العالم. صح، كله في التصدير. لسه بنتكلم في ده شويه، واخد لبال حضرتك. وفي النهارده افكار كتيره في الموضوع ده، لكن انا لما اجي اشوف الاستثمار الزراعي لازم اقسمه لمجموعه حاجات. اول حاجه هي الارض، ثمن الارض ده مخزن للقيمه بتزيد بنسبه 15% على الاقل سنويا. واخد لبال حضرتك. النهارده يعني افتكر ان وانا في الجامعه يعني من حوالي 15 سنه كان سعر الفدان عندنا في البلد لا يتجاوز ال 100 الف جنيه، النهارده فدان الطين وصل لمليون جنيه. صح، في اقل الامور. يعني انت معايا ده في ابسط حاجه، في حاجات تانيه اعلى. يعني ده معناه ان الايراد ب 40 الف جنيه، النهارده في ايراد بيتعدى 300 و400 الف جنيه. فعلا، طبعا نتيجه اللي حصل اللي فات. فانت الارض النهارده على طول بتزيد، فبتزيد بنسبه 15% على الاقل سنويا. وده في حد ذاته استثمار، مخزن للقيمه، مخزن لفلوسك. واخد لي بال حضرتك؟
ده رقم واحد. رقم اتنين القيمة المضافة اللي هي المستثمرة في الأرض نفسها، اللي هي عبارة عن التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. ده المبلغ المستثمر. التكاليف الثابتة دي اللي هي بقى اللي هي تجهيز الأرض من أبار وشق طرق وشبكات رئيسية وشبكات فرعية وتجهيز الأرض بالسماد أو بالكمبوست وكل دي مزرعة إنتاج حيواني، تكاليف ثابتة. بالظبط، بتكلم على حتة الزراعة مبدئيا، وسواء الأشجار أو الأخضار دي تكاليف ثابتة بتعلي من قيمة الأرض. لو هي بتزيد بمعدل 15% في السنة تخليها تزيد بأكثر من 20% في السنة. صح، معايا حضرتك؟ ده التكاليف المتغيرة بقى من زراعة شتلات وري وتسميد ومكافحة، دي هي اللي بيتحط عليها المكسب اللي بيجي لك، اللي انت سواء في الخضار أو في الفاكهة. لو انت بتتكلم على الخضار، انت حطيت التكاليف المتغيرة الثابتة دي ثابتة في الأرض. أما التكاليف المتغيرة صرفت أنا مثلا على الطماطم فدان الطماطم 25,000 جنيه، جاب لي مثلا 1500 عداية، العداية مثلا في 50 جنيه، فمثلا بتعمل لك حوالي مثلا 75,000، يبقى أنا صرفت 25,000، يبقى مكسبي 50,000. لكن لو قيمة الفدان 100,000 جنيه، ما جيش أنا أقول 100,000 زائد 50,000، ما ينفعش زائد 25,000 أنا مستثمرهم حطيتهم في الارض، يبقى كده عاملين لي جايبين لي 50,000 جنيه ولا 40,000 جنيه، هتخسر. لكن لا، الارض نفسها مخزن للقيم، بتزيد. دي تعرف امتى؟ لما تيجي تعيد بيعها. لما تبيعها بقى ابو 100، مش بعد سنه مش هيبقى ب 100، بعد شهر مش هيبقى ب 100، ب 120. بدي مثال يعني. فالاستثمار الزراعي انا شايف ان هو طاقه او طوق النجاه الفتره اللي جايه لكل الناس، وهو النهارده بينافس الاستثمار العقاري بشكل كبير. وكمان في المدن الجديدة زي سفنكس، زي الشيخ زايد الجديدة، زي العبور الجديدة، زي أسيوط الجديدة والمينيا الجديدة، كانت أراضي زراعية وتحولت لهيئة مجتمعات عمرانية وبقت أراضي جديدة. واخد بال حضرتك؟ مجتمعات عمرانية. وكمان كل المدن الجديدة اللي هي مدن الجيل الرابع، اللي هي المدن الذكية الجديدة، لن تخلو بأي حال من الأحوال من الزراعة. يعني حتى المدن الجديدة هيبقى فيها استثمار زراعي واستثمار سياحي وترفيهي وسكني، ولازم نسبة الخضار فيها أو الخضرة فيها تزيد عن 70% و80%. فإذا برضو هيبقى فيها منتجعات مجتمعات زراعية فيها زراعة. واخد بال حضرتك؟ وزي ما بنقول لن تقوم لنا قائمة إلا لما نعمل مجتمعات زراعية جديدة يقوم عليها مجتمعات عمرانية جديدة يقوم عليها مجتمعات صناعية جديدة. واخد بال حضرتك؟ يعني حضرتك شايف إن المجتمع الزراعي لازم يكون هو نقطة البداية في مجتمعات، نخلق مجتمعات جديدة. طبعا أنا هقول لحضرتك حاجة، هو أصلا الناس كلها كانت بتعيش على إيه؟ الناس كانت بتعيش على أماكن وجود الآبار أو المية، أماكن وجود المياه. كل الحضارات يعني لما نيجي الحضارات كلها قامت، يعني الحضارات المصرية قامت على نهر النيل عشان في مية. طب ما في حضارات تانية قامت على أماكن وجود الآبار. الأماكن وجود الآبار بتقوم عليها المجتمعات الزراعية في الأول، ثم تقوم عليها المجتمعات العمرانية السكنية، ثم تقوم عليها المجتمعات الصناعية. النهاردة بقى احنا مش هنستنى لما نقوم مجتمع عمراني كبير عشان نقوم مجتمع صناعي، لا، احنا نقوم مجتمع زراعي وعليه بنقوم مجتمع زراعي، نقوم عليه المجتمع الزراعي. واخد بال حضرتك؟ واحنا علينا ان احنا كمصريين كشباب كصغار مزارعين كفلاحين ان احنا نروح للمناطق الجديدة ده ونخرج من الوادي الضيق الى افاق الوادي الاكثر اتساعا، بان احنا نبني قرى جديده ونبني مدن جديده في الظهير الصحراوي، علشان الاماكن او القرى اللي هي في الريف النهارده والمدن القديمه النهارده بقى في ضغط كبير على البنيه التحتيه فيها، وبقى في صراع غير طبيعي على امكانياتها في الاصل محدوده، فده بيرهق الدوله وموارد الدوله اول باول. لكن لما نعمل حاجه جديده ونجيب منتج جديد ونسوق ده في الاماكن القديمه ونصدر، يبقى على الاقل هننتج غذائنا ونصدر ونجيب عمله صعبه لبلادنا، اللي هو النهارده احنا بنعاني منها. النهارده عندنا مصريين بتيجي من بره، البديل يمكن المصريين اللي عاملين بالخارج مصدر رئيسي للعمله الصعبه للبلد. طبعا النهارده الوضع ده هيبدا يعني في الازمه دي هيتاثر او تاثر بشكل كبير. السياحه عندنا متاثره بشكل كبير. صح، يبقى مالناش غير التصدير. يبقى احنا لما نصدر، واخد بقى، عائدات قناه السويس برضو بتقل. يبقى انت النهارده في نتيجه الازمه دي، لكن لو عندي منتج زراعي صح باساليب زراعيه حديثه محترمه منضبطه، واخد بال حضرتك، انت النهارده هتبقى دي مصدر من مصادر العمله الصعبه الكبيره للبلد،
بالإضافة مصدر أساسي، بالإضافة لأن الاستثمار الزراعي مصدر كبير جدا لتقليل يعني نسبة البطالة، يعني غير فرص كتير. عمل بتشغل عمالة كتير سواء يومية أو ثابتة. النهاردة احنا عندنا كليات الزراعة النهاردة بتاخد من 85 و90%. النهاردة المهندس الزراعي بقى ليه قيمة في البلد طبعا. النهاردة ما في مهندس زراعي بيبدأ يشتغل في أي شركة زراعية الستارت بتاعه مش أقل من 5000 جنيه، في ناس بتاخد 15 و20 و30. ليه؟ لأن المهندس الزراعي أصبح ليه قيمة بقيمة الأرض. لولا الاستثمار الزراعي ليه قيمة ما يبقاش المهندس الزراعي. التوسع في المشروعات والتوسع في الاستثمار الزراعي نفسه فتح مجال كبير للعمالة، سواء العمالة الثابتة أو المنتظمة أو المهندسين الزراعيين أو غيرهم، يعني حتى المستثمرين الشباب في ناس كتير بدأت تتجه للأرض الجديدة وتستثمر فيها. بالضبط، يعني هو عشان كده بقول لحضرتك إن هذا القطاع المهم في الدولة أو المهم للدولة المصرية أولا، والمهم للقطاع الخاص، والمهم للفلاح والمنتج. إذا كان الأرض القديمة الفلاح محتاج دعم، بندعو الدولة إنها تدعم الفلاح في منتجه عشان خاطر يعرف يعيش هو اللي شايل أو البلد لحد النهاردة. النهاردة بنقول يا رب إن الدولة توافق على قانون النقابة المهنية للفلاح المصري لتضمن له تأمين صحي وتضمن له معاش. انت واخد بال حضرتك النهاردة العمالة اليومية اللي احنا بنقول دلوقتي عايزين نديها اعانة 500 جنيه او اكتر، المجال بتاع الاستثمار الزراعي ده هو اللي يقدر يحتوي كل الكلام ده. حتى الحرف المختلفة، النجارين والحدادين والسباكين، حتى دول القرى الجديدة اللي تتبني في الظهير الصحراوي او المدن الجديدة اللي بتتبني في الظهير الصحراوي او مشروع 1.5 مليون فدان ان شاء الله اذا الناس كدت فيه واشتغلت فيه، واخد بال حضرتك ده 1.5 مليون فدان. انت حضرتك بتتكلم في بلد تاني، يعني انت النهارده عندك 8 مليون فدان هم اللي بيتزرعوا في مصر القدام، خد بال حضرتك اما يجي يضاف ليهم 1.5 مليون 8000، 8 مليون فدان دول حصيله 7000 سنه. انما اجي النهارده في 3 4 5 سنين يبقى عندي 1.5 مليون ده كمان طبعا. ده شيء مهم كبير. لما يبقى كمان عندنا تطوير لعمليه الري الحقلي في الاراضي القديمه وان احنا نشتغل بشكل علمي وحديث في الاراضي القديمه، ممكن نعلي انتاجيه الفدان في الارض الطين لثلاث اضعاف وضعفين. صح، يبقى كاننا استصلحنا 8 مليون فدان جداد. انت معايا حضرتك لما اعلي انتاجيه الارض القديمه. وكمان عندنا عندنا مشكله برضو، ليه ما نسرعش في عمليه تحديث في عمليه الري، من ري بالغمر وري نظم الري القديمه لري حديث، سواء بالتنقيط سواء بالرش سواء بالري محوري، ليه ما نتوسعش في الموضوع؟ والله هو انت عارف حضرتك اصلها ثقافه شعب. يعني انت النهارده مش تقدر تقول للفلاح، احنا لما كنا الاول بنروي من الترع وجوم قالوا لنا دق وارتوازي في ارض الطين، بقت الناس خايفه قلقه ومقلقه. احنا كده الميه مش عارف ايه، دق ارتوازي في ارض، احنا بنروي من الترع. اكتشف الفلاح مع الوقت، والكلام ده ليه اكتر من 10 سنين ولا 15 سنه، اكتشف الفلاح النهارده اوتوماتيك هو اللي بيعمل البير الارتوازي، فبيعمل بير الارتوازي في ارضه، واخد بالك، واكتشف ان دي حاجه كويسه معايا حضرتك، واسهل النهارده ممكن نعمل زراعه تطوير، نطور الري الحقلي ويبقى عندنا زراعات بتقوم بتتزرع بالتنقيط ويتم تجربه ده والدولة تدعم ده والفلاح يجيب ابن، انا ابني مهندس زراعي روح تعلمته عشان خاطر يطور من نفسه ويطور من ارضي. ما ينفعش انا يبقى ابني مهندس زراعي وانا شغال على الاساليب القديمه، لا انا اشتغل اجيبه، اول حاجه اجيبه اقول له اللي بتتعلمه في مصر طبقه في ارضك هنا في البلد. قول لي ايه اللي ممكن استفيد، دي فدان انا عايز الفدان ده يجيب انتاج 10 فدادين. انا بسمع ان في ناس من فدان وفدانين وثلاثه بتعمل ملايين. صح. احنا ما بنقدرش نعمل ده ليه؟ والله احنا شفنا قلنا. نماذج باشمهندس في الشرقيه وفي كذا محافظه تحولوا من الري بالغمر الري بالتنقيط، اول حاجه ضعفوا الانتاج منهم من 4 ل5 اضعاف. ثانيا وفروا حوالي 60% او 70% من الميه. أيه؟ التسميد، عارف الفطريات والحشرات اللي بتصيب الارض وبتصيب النبات قلت بنسبه 90%. بالظبط، فانت المبيدات اللي بتستخدم قلت، التسميد بالنسبه لك قل، كل حاجه بتروح للنبات مباشره. بالظبط حضرتك، مفيش اي هادر سواء في الميه سواء في المبيدات سواء في احنا عندنا ازمه ميه، احنا لازم ناخد بالنا من الحته طبعا. دي حتى بالفرض يعني ان شاء الله باذن الله تتحل مشكله سد النهضه، حتى ان المفروض خلاص يعني لما تيجي يعني يحصل لك مشكله لازم تراجع حساباتك حتى لو مشكله اتحلت. المشكله ان شاء الله تتحل،
شاء الله. لكن لازم احنا نراجع حساباتنا نقول ايه، لا قدر الله لو الازمه دي ما كانتش اتحلت كنا ممكن نعمل ايه. وبعيدا عن الازمه، احنا نركن الازمه على جنب، ما انا بقول احنا بنتكلم في ايه، في انك انت عاوز تتوسع في اراضي جديده. يبقى هو المفروض ان كله يعني يحصل عندنا حاجه اسمها تغيير مسار. تغيير مسار، كل واحد النهارده يشوف ايه الافضل وايه اللي بيتناسب مع الامور المستحدثات العصر الجديد اللي احنا بنعيشه ده ويعملها. النهارده معلش خليني اقول لحضرتك، ازمه كورونا دي خلتني انا وانت في البيت، احنا اخوات، الزوجه والزوج والولد والابن، كل واحد فينا ماشي بكحول. صح صح، اللي ما بتخاف تقعد على قعده الحمام الا لما مش عارف ايه. سوري يعني علمتنا النظافه. صح صح، كنا محتاجين ازمه اجبرتنا ان احنا نبقى كنا محتاجين ازمه زي دي عشان نبقى نضاف. ما كناش، بالعكس ده كل العالم بتستخدم كحول دلوقتي. صح، كله صح. بيستخدم كحول، وكله بيغسل ايده على طول، وكله سوري بقى انت واخد بال حضرتك، النهارده بقى كله خايف. صح. طب احنا مش هنيجي بقى الا بالخوف ده، يعني الحر لازم تكفيه الاشاره، لازم يبقاش في ميه علشان نزرع الحر. نغير الحر تكفيه الاشاره والعبد تلسحه العصا. صح، فانا النهارده تقرعه العصا. فانا النهارده لما اجي اقول ان 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 انا ليه استنى ازمه عشان نتغير، ما اعمل تغيير مسار. النهارده انا النهارده شايف استثمارات، انا اشوف الشغل اللي بينتج واعمله. ايه اللي بيجيب انتاج؟ اولا بيفتح باب رزق لعامل زراعي، لمهندس زراعي، لفني زراعي. انت واخد بال حضرتك، في مصانع بتنتج اسمده ومبيدات ومغذيات، كل دي عماله بتشتغل فيها. انا بستثمر في حاجه اصلها بيزيد سعره. لو بقى اتجاه شعبي او الناس اتجهت للاستثمار الزراعي، كل حاجه فيها هيبقى عليها طلب. فعلا كل حاجه، بس باسلوب صحيح ومنظم، وماشيين في اتجاه محدد بالظبط. ويبقى يعني نقتدي باهل العلم في هذا الموضوع. هتلاقي مصر ثانيه، ومصر انت تحبها وتحب تعيش فيها، وانا احبها، وابني يطلع يلاقي مستقبل مشرق، نلاقي مدن جديده وقرى جديده نسعد بيها، ونطلع اولادنا اللي في المدارس تعمل رحلات لمشروع المليون ونص فدان، المشاريع الناجحه عندنا، مشاريع الصوب الزراعيه. لازم يبقى برضه ان شاء الله تنتهي ازمه كورونا، لازم الاعلام يركز على ده، على النشاط ده تحديدا، او القطاع ده من الاستثمار، ان هو اكلنا وشربتنا وزادنا وزودنا. الزراعه هي الحياه. صح، وده يعني انا ده حسيته لما كنت قاعد مع رئيس مركز البحوث الزراعيه الاسبوع ده، بيتكلم على نموذج غرب المنيا، بيحكي لي ان غرب المنيا الاول كانت حته صحراء ما حدش بيدخلها، ما فيش عربيه بتدخلها، دلوقتي في طيور، في ابو اردان موجود فيها، في فيران موجوده فيها، يعني دبت الحياه في الصحراء هناك. ايوه طبعا، حركه العربيات وعمال ومزارعين ومستثمرين، وحركه كبيره جدا هناك في المنطقه. بالظبط، انت عارف حضرتك العمار بشكل عام ده شيء يحب الله ورسوله. واخد بال حضرتك، الارض احنا جينا عشان نعمرها. صح، انت واخد بال حضرتك، ولن تقوم القيامه الا اذا عمرت واخضرت البسيطه دي كلها. وده واخد بال حضرتك، النهارده اللي بيزرع حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. صح، ده دليل على إيه؟ على أهمية الزراعة. أهمية الزراعة، وإن إحنا يكون عندنا أمل. الفترة اللي جاية الإعلام لازم يصدر الأمل لكل الناس. نقول عندنا حالات، وخلوا بالكم، وكورونا، وخدوا بالكم، والحظر، و و و كل النصايح والإرشادات دي مهمة جدا. إن شاء الله يا رب في كل برنامج، كل إعلامي يقولها في أول خمس دقايق في مقدمة البرنامج. تمام؟ وبرضو الناس الناصحين، الأئمة اللي كانوا بيطلعوا يقولوا في المساجد، النهاردة مفيش فرصة. اقعد مع الناس وعيهم، يخافوا على صحتهم، يخافوا على نفسهم، يلتزموا بالتعليمات اللي موجودة اللي بتقول عليها الدولة، عشان ما يحصلناش مشكلة، عشان الأعداد ما تزيدش زي ما بتزيد. خد بال حضرتك، زيادة النهاردة أول مرة نكسر حاجة 200 في مصر. ده موضوع. الموضوع التاني الأهم هو إرشاد الناس للطرق الصحيحة في الحياة، ان الناس تشتغل، والناس تزرع، والناس تبص على كل ما هو حديث. السوشيال ميديا النهارده ان المصريين يستخدموها أسوأ استغلال، يعني أسوأ استخدام. صح، نقعد عشان نشرد لبعض وناس تشم في بعضها وبتاع، واذا كان واحد كويس ناجح نقعد نتكلم عنه بشكل سلبي. طب ما نشتغل بجد. النهارده العالم كله بيتنقل للاونلاين.
صح. احنا لازم ندرك ان احنا كلنا هنشتغل كده، هنبقى كده، لازم نتعايش، ولازم نتعايش، لازم الناس النهارده الفتره اللي جايه دي، يعني خليني اقول لحضرتك لو تسمح لي لو في وقت يعني اقول حاجه خارج موضوع الزراعه شويه، ان عايز اقول لحضرتك ان 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 احنا بقى نيجي نقطه كده من اول السطر، واحنا عندنا احنا كشعب بقى تاخد بالك، كل واحد عليه فينا مسؤوليه مجتمعيه، سواء عند رجال اعمال او فلاحين او مزارعين او صغار مزارعين او شباب او كل المجتمع المصري، خد بال حضرتك احنا مع دوله، او احنا في دوله ان شاء الله دوله قويه واقتصادها بيزيد وبيقوى يوم عن يوم، ولكن الدوله دي انهكت قبل كده في 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 خلال العشر سنين اللي فاتوا، سواء في توفير المستلزم يعني إعادة هيكلة وإعمار ما تم إفساده بقى في يناير، وسواء كان في التنمية اللي بتتعمل جديدة والطرق الجديدة والمشروعات الجديدة اللي بتتعمل، التعامل مع زيادة السكان وزيادة الاحتياجات، فالدولة الدولة منهكة اقتصاديا شوية. احنا النهاردة بقى في أزمة، عندنا ناس النهاردة من العمالة اليومية وأصحاب الحرف المختلفة، الناس النهاردة تعبانة. بص بقى عندك، أنت كنت بتصرف 3 مليار جنيه على عمرة رمضان، طب بالله عليك انت النهارده ما تطلع بقى اللي كان كل رمضان بيعمل عمره، كل واحد معاه 20 30 الف جنيه كان بيعمل عمره يطلعهم في شهر رمضان لوجه الله تعالى ويشوف مين المستحق ويديله. اللي كانوا بيعملوا افراح ويجيبوا الفرح يكلف ب 300 الف و 400 الف و 100 الف والنمره الفلانيه وبيكا وفيكا والكلام اللي كان بيتعمل ده، ما تطلع الفلوس دي النهارده. احمد ابو هشيم النهارده يعني انا ماليش دعوه بالانتقادات الناس في بعضها، لكن انا لما اجي النهارده على رجل اعمال مقتدر ربنا يزيده ويديه وعمل فرحه وتزوج يقدر يعمله صح عمله في الشقه، عمله في البيت، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا عزومات ولا 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 ولا، خليها ان هي كورونا وهي خلته عمل كده، لكن ايه المانع ان احنا نستمر على كده؟ صح، واخد لبال حضرتك. طيب النهارده احنا بنصحى الساعه 6 والحظر يوقف الساعه 8 ولا 9 فالناس تنام بدري وتصحى بدري، طب ما يرد يرجع تاني. انا واحد من الناس، واحد من أنا الناس شايف إن عامل تغيير مسار، صح تمام، يعني واخد واخد السكه دي. فالنهارده اللي كانوا الناس اللي كانت بتطلع عمره بتكلفنا في السنه في رمضان بس 3 مليار جنيه من مصر، من نطلع اعتبر نفسك طلعت عمره، تمام. يعني في روايه عن احد التابعين ان هو كان رايح يعمل عمره، وكان انا ما افتكرش يعني الروايه تفصيل. والقصه، لكن اقول الشاهد فيها يعني ان هو عدى ولقى ست بتاكل الميت، وكان مقرر مع زمايله ومع الناس ومع اصحابه او ان هو يطلع العمره، فلما عارف ان في ست بتاكل الميته وجي منعها، طب خد بال حضرتك، فكر راح مديها الفلوس اللي كان يعمل بها عمره علشان خاطر ما تاكلش ميته وتوكل عيالها. ايه اللي حصل؟ كل اللي كانوا زمايله اللي راحوا العمره وهو ما راحش قالوا احنا شفناك هناك، انت واخد بال حضرتك. فاذا النهارده لا، اللي بتوع الافراح بتوع العمرات العزومات، الناس اللي يتجهوا من الناس صح. اللي كانت بتعمل عزومات في البيوت لناس اساسا مش محتاجه، يعني انت بتعمل عزومات لاصحابك وحبايبك وقرايبك ومش عارف، هم مش محتاجين العزومه بتاعتك بس. انا عشان الوقت بتاعنا انتهى، ونتمنى يعني من المصريين ان هم يعملوا بالنصيحه بتاعت حضرتك، والناس تتجه فعلا من الاتجاه اللي كانوا بيصرفوا فيه حاجات ممكن نستغني عنها في اتجاه تاني، سواء في اعمال خيريه او استثمار. وكنا عاوزين نتكلم على موضوع فدان العيله، لكن ان شاء الله نتكلم في حلقه تانيه ان شاء الله، نفرد له حلقات تانيه ان شاء الله معاك لو تسمحوا لنا. يعني طبعا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. بشكر حضرتك جدا استاذ عادل زيدان، رئيس مجموعه شركات افرولاند، شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله يكون في مجموعه او سلسله حلقات من الارض عن مشروع فدان العيله، لان الاسئله والاستفسارات كتير جدا بعد المداخله الاسبوع اللي فات، وان شاء الله الخميس اللي جاي نتكلم عنها باستفاضه. شكرا جزيلا ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب وكل المصريين بخير ان شاء الله. رمضان كريم. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله انتظرونا الخميس المقبل الـ9 مساء، وهتكون اول حلقه في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.